الآن بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر حزقيال، وصلنا لإصحاح 41. احنا قلنا من أول إصحاح 40 هتلاقوا كلام عن هيكل العهد الجديد أو كنيسة العهد الجديد أو شكل من أشكال السماء، وكأنه حزقيال وهو نبي من أنبياء التوبة يدعو الناس للتوبة والرجوع لربنا في فترة السبي المحزنة، إنما قادر بعين النبوة يشوف العظمة والمجد المرتبط بمجيء المسيح وعز العهد الجديد وجمال السماء والهيكل السماء. إصحاح 40 كان فيه تركيز على الأبواب، وتخيلنا بقى طلعت الهيكل هنا مدينة ضخمة، مش مجرد محدودة زي هيكل سليمان. وفي إصحاح 41 شغالين على مخادع الهيكل، بيقول أتى بي إلى الهيكل وقاس العضاء، دخلنا الكلام ده، 6 أذرع من هنا ومن هناك 6 أذرع عرض الخيمة، وعرض المدخل 10 أذرع، وجوانب المدخل من هنا 5 ومن هنا 5، قاس طول 40 والعرض 20. وبعدين جاء إلى داخل، عمال يدخل ويقيس يدخل ويقيس. ودي تفكرنا بمبدأ مهم، إن الإنسان الروحاني مفروض يقيس نفسه كل شوية. هو أنا صلاتي أحسن من زمان؟ هو أنا مركز في كلام المزامير؟ هو أنا بحس بالصلاة؟ هو الإنجيل بيكلمني وأنا بسمعه؟ هو حبي للناس بيزيد؟ هي نقاوة القلب بتزيد؟ كل شوية لازم أقيس. القياسات دي كلها كأنها نوع من الحساب أمام الله. الإنسان لما يحاسب ضميره زي ما قال العهد الجديد، إن كنا نحكم على أنفسنا لما حكم علينا، وقالوا حكموا حكما عادلا، وقال برضو امتحنوا أنفسكم، وقال فليمتحن الإنسان نفسه. إذا في توصيات كتيرة عن إن الواحد يقيس نفسه عشان ما يبقاش وقفته قدام ربنا أول مرة يمتحن أو الأول مرة يتقاس. وقال لي هذا قدس الأقداس، يبقى يتحرك من القدس إلى قدس الأقداس، بس ما قدرش يدخل كعادة يعني تفكير اليهود أن قدس الأقداس ده حكر للمسيح، وده بقى العرش الإلهي كله. وقاس حائط البيت 6 أذرع، وعرض الغرفة 4 أذرع من كل جهة، والغرفات في غرف حوالين القدس وقدس الأقداس، ده مبنى واحد، والغرف دي 33 غرفة. إذن ده مبنى ضخم قوي، غير ظروف العهد القديم بطبيعته. ده 33 غرفة محيطة بالقدس وقدس الأقدس، منهم 3 بس في الغرب، يعني ظهر تابوت العهد زمان اعتبر في قدس الأقدس. إذن في 15 غرفة كده و15 غرفة كده، و3 في الوش وانت داخل على قدس الأقدس. 33 دول إشارة لعمر المسيح له المجد أو تجسده، لأن المسيح صاحب البيت ده هو اللي أنعم على البشرية بالارتقاء والصعود إلى حضور الله. واتسعت الغرفات وأحاطت صاعدا فصاعدا، لأن محيط البيت كان صاعدا فصاعدا حول البيت. هنا حاجة غريبة شوية، تلاحظوا البيوت دي معمولة بطريقة أنها تبقى الحيطان سميكة وبترفع، لكن كمان المبنى بيوسع لفوق، ويمكن ده عكس أغلب المباني، يعني بيدي وسع على فوق مع أن الحيطان بترفع. وهنا بعض الآباء فهموها أن الإنسان وهو يرتقي في الاقتراب من الله قلبه يوسع قوي، لكن جسدياته تقل، فكأن الحيطة تبقى رفيعة شوية لكن المكان نفسه يبقى أوسع. لذلك عرض البيت إلى فوق، وهكذا من الأسفل يصعد إلى الأعلى في الوسط. ورأيت سمك البيت حواليه أسس الغرفات قصبة تامة 6 أذرع إلى المفصل. بيحاول يوصف بقى
بشكل دقيق زي ما شرحنا المرة اللي فاتت. عرض الحائط الذي للغرفة من خارج 5 أذرع وما بقى ففسحة لغرفات البيت. وبين المخادع عرض 20 ذراع حول البيت من كل جانب. مدخل الغرفة في الفسحة مدخل واحد نحو الشمال، مدخل آخر نحو الجنوب، وعرض مكان الفسحة 5 أذرع حواليه. هنا تحس ان الدنيا شرحة قوي، واسعة قوي. طبعا القدس زمان كان يعدي كاهن يبخر كده ويطلع، وقدس الأقداس أرفع ويدخل بس رئيس الكهنة مرة في السنة. هنا الدنيا واسعة ومداخل كتير وغرف كتير، والحكاية يعني مرحرحة قوي. ليه؟ إشارة زي ما قالوا الأباء أن السماء عاوز العالم كله، في بيت أبي منازل كتيرة. ربنا حضنه واسع قوي ورحمته دائمة إلى الأبد، وعاوز كل الناس تدخل قلبه، وعاوز كل الناس تبقى لها نصيب معاه. إنما الناس اللي بترفض وبتعند هي اللي بتضيع الفرصة، لكن كل اللي بيتقدم بإيمان وتوبة بيبقى له مكان. يقول والبناء الذي أمام المكان المنفصل عند الطرف نحو الغرب 70 ذراع. هنا بقى تلاحظوا حاجة غريبة، في ظهر قدس الأقداس في مبنى كامل. حاجة غريبة يعني، القدس وقدس الأقداس وفي ظهره كمان مبنى متواصل، كأنه بعض الأباء قالوا دي إشارة إلى خلاص الأمم. مبنى كامل ضخم كمان في ظهر قدس الأقداس، حاجة كده مش متوقعة وما كانتش موجودة في حسابات خيمة الاجتماع ولا هيكل سليمان. ليه؟ لأنه ده إضافة خاصة بالعهد الجديد، إن مبنى ضخم لسه هيشيل ناس كتير قوي في ظهر قدس الأقداس، فكأن الأمم مدعوون أيضا إلى الحياة الأبدية. فبيقول البناء الذي أمام المكان المنفصل عند الطرف نحو الغرب 70 ذراع عرض، وحائط البناء 5 أذرع عرض، وطوله 90 ذراع، حاجة كبيرة. وقاس البيت 100 ذراع طول، والمكان المنفصل والبناء مع حيطانه 100 ذراع طولا. وعرض وجه البيت والمكان نحو 100 ذراع نحو الشرق. وقاس طول البناء إلى قدام المكان المنفصل الذي وراءه وأساطينه من جانب إلى جانب 100 ذراع. يعني حاجة زي مربعة كده، 100 ذراع كده و100 ذراع كده، فمبنى كبير أهو، لأن الأمم يخلص منهم كثيرون. العتبات والكوى المشبكة. الكوى اللي قلنا إيه؟ الشبابيك اللي تبقى مشبكة كده لكن مفتوحة، أو فيها النور يدخل بسهولة قوي في المكان، الإنارة فيه يعني الحيطان أقل من الشبابيك، عشان يقول أن الناس كلها اللي داخلة دي مستنيرة واخدة النور الإلهي، شايفة النعمة، مستمتعة بحضور الله. من جانب إلى جانب 100 ذراع مع الهيكل الداخلي وأروقة الدار. العتبات والكوى المشبكة والأساطين حوالي الطبقات الثلاث. تلاحظوا ان القدس وقدس الاقداس والمبنى الوراني ده كلهم 3 طبقات، وال3 طبقات دول يا احبائي تكلموا فيهم الاباء كتير. ليه؟ فلك نوح زمان اللي هو من اقدم اشكال الكنائس، لان الفلك يعتبر اول كنيسة كبيرة لمت 8 بشر، لكن كانت اشارة كمان لتجديد الطبيعة كلها. كان 3 طبقات، وكان تحت الحيوانات يعني ما تتاكلش اللي هي يعتبروها نجس، وبعدين الطبقة الوسطانية الحيوانات اللي هي منفع ياخدوا منها زبايح. الدور الفوقاني كان فيه بقى 8 اللي عايشين نوح وعيلته. فده كان اول شكل كده للكنيسة، وكأنه طبعا كل انسان بيرتقي من المستوى الحيواني، يقدم جسده ذبيحة وبعدين يتقدس. انما بعض الاباء قالوا 3 طبقات زي ما كانوا أباء الكنيسة يعلموا، إشارة إلى 3 مراحل لتفسير الكتاب. في طريقة للتفسير يسموها الطريقة الحرفية أو الطريقة المباشرة، بناخد النص زي ما هو كده ونحلله أو نقراه حسب اللغة بس، فده بيبقى بداية أي تفسير كده، نشوف المعنى المباشر. وبعدين المستوى الأعلى يسموه المستوى السلوكي، يعني الكلام ده انا اعمل بيه ايه؟ فهنا ده مجرد تطبيقات على طول. مستوى الاعلى والاعلى يسموه المستوى الروحي، وساعات يسموه المستوى الرمزي او المجازي. يعني ايه؟ فين المسيح في الكلام ده؟
فين بقى نقاوة القلب في الكلام ده؟ فين طعم السماء في الكلام ده؟ يبقى أول قراية للإصحاح تدينا معنى مباشر كده، وبعدين أدخل على السلوكيات والتطبيقات، الكلام ده أطلع منه أنا بإيه؟ وبعدين في مستوى أعمق وأعمق، إن أنا أشوف المسيح وراء كل إصحاح، وأفهم المغزى أو المجاز أو القصد الإلهي، وأتمتع بالامتلاء بالروح من وراء السطور. وده يقول زي ما سماه القديس بولس الطعام القوي للبالغين. فيبقى نفس النص اللي تقراه ممكن قديس يقراه ويكتشف فيه أعماق أخرى. أديها لكم كتشبيه، مثلا الابن الضال، قصة الابن الضال. ممكن واحد يقول أيوة أب طيب عنده ولدين، ولد مش مؤدب ضيع الفلوس ورجع، والتاني أهو متربي لكن برضو تعبه بكلمتين. ده كده مستوى مباشر. طب في السلوكيات، ما يصحش تعمل زي الابن الضال وتبعد وتضيع الفلوس، ويا ريتك ترجع زيه وتقول انا اسف. والابن الكبير ما يصحش تكلم ابوك كده، حب اخوك يا اخي. انما المستوى الروحي بقى بحر من التاملات. ليه؟ بعض الاباء قالوا الابن الضال ده ادم اللي طلع وزاخ وبعدين رجع اخيرا في عهد النعمه. بعض الاباء قالوا الابن الاكبر ده اليهود اللي مش عاجبهم الامم ومتغاظين ان المسيح هيقبلهم في بيته. الاباء شافوا مثلا العجل المسنن ده الافخارستيه، ده اسمه بقى الايه المستوى الروحي للقراءه او المستوى المجازي او الرمزي. ليه؟ لان بنغوص ورا المعاني ونطلع بايه بحاجات روحيه عميقه. يقول إلى ما فوق المدخل وإلى البيت الداخلي وإلى الخارج وإلى الحائط كله حواليه من داخل ومن خارج بهذه الأقيس. هنا بيقول أنه متبطن كل ده خشب، والخشب متواصل مع بعضه كأنه قطعة خشبية واحدة. فبرضه هنا أول ما نسمع عن الخشب عموما في الكتاب بنفكر في الصليب، ما هو الصليب أساسه خشب. فكأنه رغم أن الحيطان قوية وأنه الشكل جمالي قوي، إنما الخشب هو اللي في عينين كل من يرى هذا المبنى من الداخل. إشارة أن الصليب هو أساس الكنيسة، مذبحنا اللي في الكنيسة، كنيسة بقى رخام، كنيسة خشب، كنيسة أش، يعني أين كانت المذبح بيبقى عليه لوح خشبي أو هو نفسه خشب. ليه؟ لأن المذبح ده الصليب بتاعنا، عليه ذبيحة المسيح، عشان كده نقبل المذبح كمان يقبل الصليب. فالصليب هو أساس ارتباطنا بالسماء. فلك نوح كان كله خشب، ما كانش في حاجات تانية غير الخشب في زمن نوح. فهنا فكرة أن بطانة المبنى كله من كل ناحية خشبية تؤكد المعنى اللي قالوا الأباء، دي شجرة الحياة. الخشب ده بيفكرني أنه عليه صلب ربنا يسوع، وإحنا الأسبوع ده عايشين في عيد الصليب. يقول عمل فيه بقى منقوش بقى على الخشب كاروبيم ونخيل، نخلة بين كروب وكروب، ولكل كروب وجهان، وجه الإنسان نحو نخلة من هنا ووجه الشبل نحو نخلة من هنا. وجود وجه كروب وقصاده نخلة، النخلة يمكن تفكرنا بالجسديات والكروب يفكرنا بالروحيات. فإحنا كلنا بنتقدس بالروح القدس أرواحنا وأجسادنا، والكروب ده يمثل السماويين والنخيل يمثل الأرضيين أو القديسين. فتلاقيهم بالتبادل كده، كروب نخلة كروب نخلة كروب نخلة، فإيه لازقين في بعض. إيه اللي حط إيد الكروب في النخلة؟ معناها أن الأرضيين التحموا بالسماويين، وبقت السماء عبارة عن خورص ضخم من الملائكة ورؤساء الملائكة والشهداء والرسل والأنبياء والقديسين والأبرار وعقبالنا كلهم. ليه وصف القديسين يجي بالنخلة؟ لأنه الكتاب يقول الصديق كالنخلة يزهو. النخلة فيها كذا معنى زي ما قلنا قبل كده، أولا تطلع لفوق تتسامى طويلة كده فتعلى وتبقى مركزة في السماء، اللي يطلع على نخلة من فوق يلاقي الأرض صغير. وبعدين النخلة تلاقوا جدرها قوي فبتمص المية، فمتغذية كويس قوي عشان تقدر تعمر وتستحمل. كمان النخلة بترمي البلح، بتنزل خيرها للناس، لكن ما بتخصمش حد. خشب قوي وثمار قوية. وتلاحظوا ان في سفر النشيد بيتكلم عن العروسة كأنها نخلة،
ويقول يعني مليانة ثمار ومليانة أغصان، فكل قديس زي النخلة كده، طلع منه أغصان وطلع منه ثمار وغذى الكنيسة وفرح. أما الكروب فله وجهان، وجه إنسان ووجه شبل. طبعا الكروب كأنه بيعكس جزء من الجمال الإلهي، المسيح بتجسده صار إنسانا، ولكنه أيضا أسد بمعنى كل القوة وكل القدرة فيه. فالكروب الخادم للمسيح وهو ملاك نقي يحمل رسائل للبشر، ولكنه بقوة الله يتحرك. وعمل في كل البيت حواليه من الأرض الفوق، يعني الزينة دي مش مفيش حتة مش متزينة، من الأرض لغاية السقف كروب نخلة كروب نخلة، عشان ده جو السماء، ملائكة وقديسين حوالين العرش الإلهي طول الوقت. وعلى حائط الهيكل كروب ونخيل، وقوائم الهيكل مربعة، ووجه القدس منظره كمنظر وجه الهيكل، المذبح من خشب، ثلاث أذرع ارتفاعا طوله ذراعين وزواياه وطوله وحيطانه من خشب، بقينا كله خشب في خشب. وقال لي هذه المائدة على المذبح أمام الرب، وللهيكل وللقدس بابان. حكاية بابين دي كان زمان باب واحد وقت اليهود، إشارة إلى باب للأمم وباب لليهود. أول بعض قال بابين لأنه باب رحمة ربنا الواسع وباب الإرادة البشرية، لازم الإنسان يبقى له إرادة، ربنا مش هيجبره على دخول السماء مهما كان الحب الإلهي. وللبابين مصراعان، مصراعان ينطويان، مصراعان للباب الواحد، مصراعان للباب الآخر، مصاريع اللي هي زي إيه يعني بيتحرك عليها الباب. عمل عليه على مصاريع الهيكل برضو كروبيم ونخيل، يعني وانت بتعدي من البوابة كده واقفين لك قديسين وملايكة بيشجعوك على السماء. فاحنا واحنا بندخلين من الابواب حوالينا دايما قديسين وملايكة طول رحلة حياتنا مع ربنا. وغشاء من خشب على وجه الرواق من خارج، وقوة مشبكة، ونخيل من هنا ومن هناك، وعلى جوانب الرواق وعلى غرفات البيت وعلى الأسكفات. التكرار في الوصف أولا من دقة التفاصيل، في نفس الوقت احنا عارفين ان كل الإصحاحات دي بتهدف لإيه؟ للانتقال للتأمل الداخلي القلبي. كل واحد فينا قلبه زي السماء بالنسبة لربنا، وكل واحد فينا في ملكوت داخلي لا يقل أهمية عن الملكوت السماوي. وعشان كده المسيح قال لنا ملكوت الله داخلكم. لو قلبك اتملى حب واتملى تسبيح واتملى خدمة واتملى أفكار مقدسة واتملى بغنى الكتاب المقدس، انت بقيت داخلك عالم يسكن الله. فيقال عن النفس البشرية زي في النشيد: أختي العروس جنة مغلقة، عين مغفلة، ينبوع مختوم. فتبقى جواك زي جنة كاملة من غنى الروح القدس. إصحاح 22، احنا كده في اصحاح 42. اصحاح 40 ادانا الابواب، اصحاح 41 دخلنا للقدس وقدس الاقداس والمبنى الجديد بتاع الامم ده، وبعدين يطلع تاني عشان يتفسح في المدينة المقدسة دي، لقى بيوت كتير اسمها المخادع. المخادع جاية من كلمة مخدع، يعني ايه؟ اماكن راحة الكهنة وايه والقديسين بقى، فيسموها المخادع، اللي هي كان يقابلها زمان شوية أوض قليلة كده يريحوا فيها الكهنة، أو يعني للأسف وقت عالي الكاهن كان بيبقى فيها أخطاء بسبب ولاده. لكن هنا المخادع دي سكنة بقى القديسين المحوطين الهيكل. أخرجني إلى الطريق الدار الخارجية من طريق جهة الشمال، وأدخلني للمخدع الذي هو تجاه المكان المنفصل والذي هو قدام البناء إلى الشمال. يبقى طلع تاني للساحة الضخمة دي اللي يسموها الدار الخارجية، ودخلوا على مخدع من المخادع، مبنى يعني بس كله أوض زي أوض نوم يعني، أو أوض راح استراحات. إلى قدام طوله 100 ذراع مدخل الشمال، والعرض 50 تجاه 20 التي للظهر الخارجي، يعني في مقابل الغرف المحيطة بالقدس والقدس الأقداس داخل الدار الداخلية، في بقى على الأطراف مخادع كتيرة أو مقابلة بينهم ساحة كده أو دار خارجي.
وأمام المخادع ممشى 10 أذرع عرضا، يعني تتمشى عشان تروح من المبنى ده للمبنى ده، وإلى الداخلية طريق ذراع واحد عرضا وأبوابها نحو الشمال. والمخادع العليا أقصر لأن الأساطين أكلت من هذه ومن أسافل البناء ومن أواسطه. تاني فكركم بفكرة إيه، تلاقي الحيطان سميكة من تحت وترفع كل شوية، فهنا ده إشارة إنه الإنسان يبدأ جسده تقيل شوية، كل ما يقرب من ربنا جسده يخف، فتبقى روحه ملتحمة بالروح القدس ويخضع جسده للروح القدس. لأنها 3 طبقات، برضو نظام الـ3 طبقات، قلنا إشارة لـ3 مستويات للعمق الإلهي في معرفة الله، و3 مستويات في فهم الرسائل الروحية، و3 طبقات يعني بالمقارنة بفلك نوح. ولم يكن لا أعمدة كأعمدة الدور، يعني إيه، مش في عواميد بقى في النص كده، لا المكان واسع قوي بس الحيطان شايلاه من بره كده. لذلك تضيق من الأسافل ومن الأواسط من الأرض، والحائط الذي من الخارج مع المخادع نحو الدار الخارجية إلى قدام المخادع طوله 50 ذراع، لأن طول المخادع التي للدار الخارجية 50 ذراع. أنا عارف أن بعضكم ابتدى يزهق من 50 ذراع و10 ذراع و20 ذراع، وإحنا يعني مش مهندسين وخيالنا على قده، إنما بصوا إحنا بنقرأ نص كتابي فلازم نقرأ زي ما هو، حتى لو مش هنعلق على كل آية، لأن الجزء ده يعني جميل قوي لكن يصعب تخيله، زي ما قال قديس بولس ما لم يخطر على بال إنسان جمال السم. فده مجرد محاولة لتقريب صورة المدينة المقدسة اللي هتلاقوا زيها في رؤية 21 برضو. من تحت هذه المخادع مدخل من الشرق من حيث يدخل إليها، برضو المدخل جاي من الشرق عادة لأن اللي جايين من النور هم اللي ليهم نصيب في السماء، وإحنا النهاردة عشان نحب النور دايما اتجاه صلواتنا الشرق، عشان دايما عاوزين نتملي بالنور فندخل على السماء مكان النور الإلهي. المخادع كانت في عرض جدار الدار نحو الشرق قدام المكان المنفصل وقبالة البناء، وأمامها طريق كمثل المخادع التي نحو الشمال، كطولها هكذا عرضها، وجميع مخارجها وكأشكالها وكأبوابها وكأبواب المخادع التي نحو الجنوب. كلمة الكادي كا يعني إيه، كأن الإنسان الروحاني حاطط السماء دايما مثله، فبيقول لهم بتعملوا إيه في السماء، عاوز أعمل زيكم، انتوا يا قديسين بتسبحوا نسبح، انتوا بتحبوا ربنا نحب ربنا، انتوا بتكرهوا الشر يلا نكره الشر. فهنا الكنيسة عايشة على مثل السماء، اصبحت السيرة سماوية. والمخادع عموما يا احبائي بتشاور على ايه، ان احنا لينا عبادة جماعية ممثلة في الاقتراب من القدس وقدس الاقداس كنيسة العهد الجديد والافخارستية، لكن ده ما بيلغيش المخدع. يعني ايه، في واحد يجي الكنيسة ويصلي قداس واتنين في الاسبوع كان مالوش مخدع، يعني فين صلواتك في بيتك، فين انجيلك انت وربنا، فين تأملاتك، فين مطانياتك، فين الحتة الخاصة اللي بينك وبين ربنا. اللي ما عندوش مخدع وجوده جوه المجمع الحقيقة وجود مؤقت، ممكن ما يكونش وجود حي. اللي يصلي حلو في بيته يعرف يصلي حلو في القداس، واللي بينه وبين ربنا تأملات وأعماق وخفاء هو ده اللي يجي في القداس يشوف المسيح والملائكة. لكن اللي ما عادش عنده مخدع واكتفى بالقداسات والعشيات فقط، هو أصبحت علاقته بربنا من خلال الناس فقط. طب ما هو الناس صحيح إخواتك وأعضاء في جسد المسيح، بس لازم يبقى لك علاقة خاصة بيك. وربنا يسوع زي ما علمنا الإفخارستية وعلمنا في كلام العهد الجديد متى اجتمعتم في اجتماع كنسي، إنما كمان قال لنا ادخل مخدعك واقفل بابك. وفي أشعياء لما لقى الشعب بطل يكلم ربنا قال هلم يا شعبي ادخل مخادعك واغلق أبوابك خلفك. والفترة اللي فاتت بتاعت الكورونا دي ربنا يعني يحمي العالم منها، خلت ناس كتيرة تتمتع بالمخادع الإلهي. يعني إيه، أصبح بيقعد مع ربنا في قط
ويتعامل مع ربنا التعامل الخاص، ويقول له انت ابويا يا رب وانا ابنك، وابتدت العلاقة ترجع تاني، لانه ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. كأبواب المخادع التي نحو الجنوب باب على رأس الطريق، الطريق أمام الجدار الموافق نحو الشرق من حيث يدخل إليه. وقال لي مخادع الشمال ومخادع الجنوب التي أمام المكان المنفصل هي مخادع مقدسة. عاوزين بيوتنا تبقى مقدسة ونتشبه بالكنائس، زي مثلا القديس بولس يقول لأكيلا وبرسكيلا الكنيسة اللي في بيتكم. ليه؟ ما هو المكان اللي يبقى فيه صلاة وفيه ذكر الاسم الله دايما وفيه عمل خير وفيه محبة حقيقية أصبح شكل من أشكال الكنيسة. الكنيسة عاوزة كل بيوت ولادها كنائس. صحيح القداس جوه الكنيسة بس، والتناول ده جوه الكنيسة بس لأنه مخصصة للعبادة، لكن بنفس روح العبادة والحب تتقدس كل البيوت، عشان كده يسميها مخادع مقدسة. حيث يأكل الكهنة الذين يتقربون للرب قدس الأقداس. زمان كان الهيكل بعد ما يقدم الذبيحة ويحرق جزء منها، في جزء خاص بالكهنة ياخدوه في المخادع يأكلوه، ده حسب الطقس القديم. إنما دلوقتي حسقيال بيتنبأ عن عز العهد الجديد، طب هيأكلوا إيه؟ يأكلوا جسد المسيح ودم، مفيش ذبائح حيوانية. وهنا يتقربون إلى الرب، هنا الاقتراب من الله بالمسيح وحده، لأنه ابن الله الحقيقي وابن الإنسان، فهو اللي قربنا من ربنا. وبعدين بيقول إلى الرب قدس الأقداس. طب هو كانوا الكهنة يطولوا قدس الأقداس؟ ما كانوش يقدروا يدخلوا قدس الأقداس، ولا في ذبايح كانت زمان في قدس الأقداس، لأنه ده كان رئيس الكهنة يدخل وشايل دم بس بتاع الذبايح، لكن جوه في تابوت العهد وفي الكروبيم، وكان يوم في السنة ويوم ايه له هيبته كبيرة. المسيح لو المجد فتح لنا الباب للسماء نفسها، وبدمه خلانا تبع قدس الأقداس في العهد الجديد، ودانا امتيازات تتفوق على كل كهنة العهد القديم. هناك يضعون قدس الأقداس والتقدمة وذبيحة الخطية وذبيحة الاسم، لأن المكان مقدس. كأنه قال كل أنواع الذبايح القديمة دي خلاص بقت عبارة عن إيه؟ حياة مقدسة بالمسيح، ما بقتش حيوانات. وربنا يسوع هو ذبيحتنا الوحيد، فإحنا بنقترب منه ونموت معه، فبقينا إحنا كمان ذبايح. يعني إيه؟ في فكر العهد الجديد القديس بولس يقول لنا إيه؟ قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. كان زمان اليهود يجيب خروف ويجيبه عشان يذبحوه، انت جايب نفسك، انت جايب ايديك ورجليك وعينيك ودماغك، وبتقدم ده كله على مذبح الحب. عينيك مركزة في ربنا، ودماغك مركزة، ودانك مشغولة بكلام ربنا، ولسانك بيسبح ربنا، وجسدك بينحني ويسجد، وايديك بتترفع، كل ده اسمه ذبيحة. فأنت تذبح بإرادتك أمام الله في كل عبادة. هو ده بقى اللي مستني ربنا، ده اللي يجمع كل المعاني بتاعت التقدمة وذبحة الاسم والخطية واللي هي مشاعر التوبة، لأن المكان مقدس. كان زمان كل شوية ننظفه بقى مطرح الدم والريحة، وشغلة صعبة قوي. دلوقتي الريحة طلع حلوة ايه؟ من صلوات الأبرار، من مشاعر القديسين، فتلاقي البخور مالي الكنيسة بريحة عطر. عند دخول الكهنة لا يخرجون من القدس إلى الدار الخارجية. برضو حكاية ما يطلعوش دي، يعني خلاص اللي دخل عند ربنا ولزق فيه بيقدرش يطلع برا كتير، ولو خرج لبرا بيبقى شايل معاه المسيح. وده المعنى اللي الكنيسة عاوزة كل عيالها تعيشه، ما نيجي الكنيسة نحس ان احنا في السماء ونلمس المسيح نفسه، وحوالينا أمنا العذراء والملائكة والأبرار. طب هننزل الدنيا نعمل ايه بقى؟ ننزل الدنيا بريحة المسيح، نقدم للعالم طعم السم، الحب السماوي، الحقيقة اللي غايبة عن العالم. فكل شخص يعبد الله في العهد الجديد عبادة مستقيمة هو كارز. احنا بنطلع نقول لهم في سماء، في حياة أبدية، في إله محب للبشر، في تجسد وفداء، في دواء لعدم الموت، في أخبار حلوة قوي. بس اللي يسمع
يبقى الخروج من الهيكل هنا إشارة دايما لعمل الكرازة، وفي الآخر هندخل السماء مش هنطلع، يعني هتتوقف الكرازة لكن الحب لا يتوقف. عشان كده الشاطر فينا يبقى بيستغل أيامه إنه إيه، عاوز يوصل لكل شخص ويوصل له المسيح. هيجي وقت هننام كلنا وندخل بقى ويبقى لنا نصيب مع المسيح، لكن طب فرص الخدمة هتخلص. يبقى الشاطر يستغل حياته كلها، يعتبرها فرص خدمة، فرص حب، فرص تسبيح، فرص خلاص للناس. ادي قيمة العمر بالنسبة لأي واحد بيحب ربنا. اللي شايف الملكوت عارف ان الدنيا دي ما تستاهلش حد يتكلم عنها خالص ولا كلمة، انما الكلام كله يبقى عن المسيح وملكوته. يقول عند دخول الكهنة لا يخرجون من القدس للدار الخارجية بل يضعون هناك ثيابهم، يعني الكهنة دول ما بيطلعوش بره المدينة خالص. طبعا دي رسالة لكل الكهنة، ان الكهنة يحتفظوا دايما بسلوك مثالي او سلوك سماوي ومشاعر مقدسة، ما بيطلعوش بره، دول عايشين في المدينة المقدسة طول الوقت، فما بيروحوش حسب الشكل السماوي ده، يخلص شغله يدخل على المخدع بتاعه بس كله جوه ايه، أبواب المدينة المقدسة. يضعون هناك ثيابهم التي يخدمون بها لأنها مقدسة ويلبسون ثيابا. يمكن تلاحظوا أغلب الكهنة يحطوا تنية الخدمة في إيه، في الدواليب الجانبية من الهياكل، حاجة كده واخدينها من حزقيال 42. ليه؟ لأنه لبس الكهنوت ده يفضل جوه الهيكل برضه، لأنه كل ده مقدس في حاله. ويلبسون ثيابا غيرها ويتقدمون الى ما هو للشعب، يعني ايه، لو هيلبس بقى ينزل وسط الناس يشيل ويحط مع الناس ويخدمهم. هنا يمكن توب البهاء بتاع الخدمه الكهنوتيه يبقى بس للعباده، لكن هو كمان له دور للشعب. والكاهن القبطي او الكاهن الارثوذكسي عموما، تلاحظوا ان تنيوتو ليها صليب قدامه وصليب ورا. ليه؟ لانه عنده دور مزدوج، دور يشفع في الشعب أمام الله، ودور ياخد ربنا يديه للناس. فهو وسيط، وده أصل كلمة بريزفيتيروس اللي جت في العهد الجديد، يعني هو يتمثل بالمسيح يتبعه، بياخد دوره على قده عشان يتوسط العلاقة بين الشعب والله. طبعا الشعب بيقول أبانا الذي، مش محتاجين وسطاء، لأن المسيح له المجد هو الشفيع الكفاري وحده، لكن المسيح بيشتغل في الكهنة بنفس دوره. فالكاهن ياخد طلبات الناس يحطها على المذبح، وياخد اللي على المذبح جسد المسيح ودمه ويديه للناس، مرسال رايح راجع كده. الكاهن يرفع ايديه ويصلي والناس في ظهره، وبعدين يتلفت ويدي ظهره للمسيح ويعلمهم كلام المسيح، فيبقى دايما بين الناس وبين الله. وده اللي قاله العبرانيين لما قال كل كاهن يقام من الناس لأجل الناس لكي يقدم قرابين وتقدمات أمام الله عن الناس. فبيطلع من الناس عشان خاطر الناس، ويقف في النص بين الناس وربنا. ده المعنى الأساسي للكهنوت. فهنا بيقول يتقدمون إلى ما هو للشعب، يعني كأنه بيعلمنا في العهد الجديد الكاهن برضو له دور، مش بس صلاة، الكاهن كمان له دور رعاية وله دور تعليم وله دور خدمة وإحساس بالناس ومتاعبهم. فلما أتم قياس البيت الداخلي أخرجني نحو الباب المتجه نحو الشرق، يعني فرجوا بقى، بصوا هو فرجوا في الأول على الأبواب في كل المدينة، والأبواب طلعت مباني لوحدها، بعدين دخلنا للدار الداخلية، فرجوا على القدس وقدس الأقداس والغرف 33 ومبنى اللي وراني ده اللي قلنا إشارة للأم. بعدين خدوا في حتة جانبية كده جنب الأبواب المخادع بتاعت الكهنة والغرف الضخمة دي كلها، الاستراحات اللي بيرتاحوا فيها. وبعدين وكل ده بيقيس معاها، كل حاجة تتقاس لأنها كلها بمقاييس دقيقة وكلها منتظمة، مفيش حاجة ايه نشاز، يعني الغرف متساوية في الحجم والنقش كله واحد، والخشب مبطن كل حاجة، فالمعايير واحدة للكل. أخرجني نحو الباب المتجه نحو المشرق، طلعوا تاني كأنه هيخرج تاني من الباب الأساسي باب المشرق، وقاس حواليه، قاس جانب المشرق بقصبة القياس 500 أصبة بقصبة القياس حواليه، وقاس جانب الشمال 500 أصبة، وقاس جانب الجنوب 500 أصبة، ثم دار إلى جانب الغرب وقاس 500 قصبة بقصبة القياس.
قاسه من الجوانب الأربعة كأنه مركزي كده، لأنه الأبعاد كلها متساوية في حاجة كده في النص مظبوطة يعني. له سور حواليه 500 طول و500 عرض للفصل بين المقدس والمحل. وهنا كلمة الفصل أو كلمة التمييز دي جت في اللاويين وجت في العهد القديم، دور أساسي من أدوار الكهنوت أنه يعلم الشعب إزاي يميز بين الصح والغلط، لأنه التمييز نعمة خاصة بالحكمة. دايما الحكمة مرتبطة بكلمة تمييز، حتى لما سليمان طلب الحكمة قال له ادي عبدك قلب فهيم عشان يميز. فالتمييز يعني ايه؟ في امور كده تلاقوها زي ما سماها تسالونيكي شبه شر، مفروض ولاد ربنا ورجال الله الكهنوت يميزوا، لا ده لا يليق، لا التعليم ده غريب، لا ده غير مناسب. لكن طبعا في شر صريح قوي وفي خير صريح قوي، وبعدين في مواقف معينة ممكن يدي حل، بمعنى ايه؟ من اجل ظروف معينة يدي الحل من اجل الرحمة، لكن ما هوش كسر الوصية. في فرق بين كسر الوصية وبين حل، مثلا واحد مش قادر على الصيام الطويل، اب اعترافه يدي له حل يتناسب مع طاقته، يبقى ده من سلطان الكهنوت. القداسة الكاملة حاجة، وما يحلل بمعنى ايه؟ هنا التحليل ما يخبطش ابدا في الوصية، ما يكسرش روحها. ما فيش كان يقول لواحد خلاص بلاش تصلي ولا بلاش تصوم، ما فيش كده. لكن تصوم بس ايه؟ بما انك ضعيف او مريض طب صوم على قدك. انت مبتدئ الصلوات الطويلة يمكن ما تنفعكش، طب صلي على قدك. فكل وصية ممكن ايه؟ يبقى تحتيها حاجة اسمها الكاهن يعطي التحليل بما يتناسب مع قامة وطاقة واستعداد وخلفية كل شخص. وده يؤكد حرية العهد الجديد، ده كله لا يتعارض أبدا مع الوصية. مفيش كاهن ممكن يقول لواحد من ولاده خلاص من حقك تكره فلان، تكره يبقى كسر وصية، ده مش محلل أبدا. إنما لو قال له طب ابعد عنه شوية لأنك أنت مش قادر تحتمل أكتر من كده، اعمل مسافة وصلي له، ولو تعب تخدمه، لكن ابعد شوية صغيرة، ممكن يبقى هذا التحليل من أجل إيه؟ استعداد الشخص، يبقى عارف أنه مش قادر يتواجد معاه عن قرب زي الأول، لكن يبقى معرفه أنه مش ده القداس. القداسة أن أنت تحتمله مهما حصل وتحبه من كل قلبك، بس لأنك مبتدئ طيب إيه؟ لو قربت زيادة هتنهار، هتتحطم، طاقتك مش جايبة. طيب خلاص نشتغل على طاقتك ونكبر قلبك عشان تعرف تستحمل أكتر. إصحاح 43 مكملين في هذا الهيكل السماوي العجيب اللي يعني بيقول لنا السماء جميلة قوي، وبيقول لنا قلبنا ده لازم يكون منظم ومرتب ومقدس ومخصص لكل حاجة روحية. ذهب بي إلى الباب، الباب المتجه نحو الشرق، وإذا بمجد إله إسرائيل جاء من طريق الشرق. هنا بقى جه خبر حلو قوي. لما يقول مجد ربنا جه، معناه في نور أو في سحابة زي بتاعت موسى زمان، سحابة واضحة جدا جاية تحل على الهيكل. ولو أنتوا فاكرين حزقيال إصحاح 10 و11، هو شاف مجد الرب من أول إصحاح 1 وكان فرحان، وبعدين لقى مجد الرب يفارق الهيكل. إذن المجد فارق الهيكل اليهودي، وده احنا عارفينه من وقت ما المسيح لو المجد قال هو ده بيتكم يترك لكم خرابا، فلم يعد هناك مجد في اسرائيل. المجد ده كان مرتبط بالتزامهم، بارتباطهم بربنا، بخضوعهم للشريعة، بالتوبة اللي كان الانبياء بيتكلموا فيها. لما الشعب اليهودي كله عند وبقى ضد المسيح وصلبوا المسيح ورفضوه، أصبح الهيكل ده ما عادش بيت ربنا. عشان كده لغاية دلوقتي في ناس مش فاهمة أن كلمة الشعب المختار سقطت، ما عندناش المفهوم ده في المسيحية. الشعب المختار هم المؤمنين، هم اللي ماسكين في المسيح، هم اللي بيتناولوا جسد ودمه، هم أصحاب العهد الجديد. أما الإسرائيليين لم يعودوا شعبا مختارا، ده كان بس في العهد القديم لغاية صلب المسيح. وعشان كده لما تشق الحجاب دي كانت علامة لعنة بالنسبة له،
وربنا يسوع وضح لما قال ايه، سيأتي عليكم كل دم زكي، من دم هابيل الصديق الى دم زكريا بن براخي الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. وقال لهم بيتكم، بيتكم بقى ما عادش بيته، كان زمان يقول بيتي، ها دلوقتي بيتكم يترك لكم خرابة. اذا هنا لما بيتكلم ان مجد اله اسرائيل يعود، اذا ده مش راجع لليهود، ده راجع بقى للقديسين. فبيقول ايه ده، بمجد اله اسرائيل جاء من طريق الشرق وصوته كصوت مياه كثيرة والارض اضاءت من مجده. لما نشوف المسيح جاي في مجده مع ملائكته قديسين وكل الابرار اللي عايشين يختطفوا في السحب مع المسيح، كأن المشهد ده شافه حزقيال زي ما شافه دانيال زي ما شافه انبياء كتير، بس شافه حزقيال بقولة مجد اله اسرائيل اضاء وصوته زي صوت مياه كتيرة. وده بالضبط التعبير اللي استخدمه يوحنا الرأي وهو بيوصف مجد المسيح في رؤيا واحد. والارض اضاءت من مجده، ده المجيء التاني بقى. وان كان البعض ممكن يربطها بانه رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب على التجسد يعني، انما صوته زي صوت مية كتيرة. يعني ايه المية؟ دايما في الانجيل اشارة للعمل الروحي، الروح القدس. والمية الكتيرة معناها شبع وفيض وغنى، مية كتيرة دي تطلع زرع وتخلي الناس فرحانة، لان المية دي سر الحياة. فصوت مياه كتيرة يعني تصور لما انت تكون بتصلي بحرارة عندك معاني كتيرة، مشاعر كتيرة، افراح كتيرة، تعزيات ملهاش اخر، صوت مياه كثيرة زي ايه، سيل نازل عليك من السماء. والارض اضاءت من مجده. اذا الحضور الالهي دايما يمثل بالمية والصوت والنور، ثلاث كلمات دول مهمين قوي في الحضور الالهي. يعني في كل قداس في مية، ايوة الروح القدس بيملانا، في صوت طبعا صوت ربنا بيدخل جوانا، في نور طبعا، في استنارة دماغنا بتنور وبنفهم ربنا اكتر. كل صلاة حر، كل قداسة، كل عبادة مستقيمة تحقق المعاني دي. صوته كصوت مياه كثيرة والارض اضاءت من مجد، والمنظر كالمنظر الذي رأيته، بيفكرنا بقى شاف الكلام ده في اول النبوة خالص، كالمنظر الذي رأيته لما جئت لأخرب المدينة. ما هو ربنا خده من كام صح كده وقال له تعالى فرجك على الخرابة بقى، أورشليم لما خربت فزعل قوي حزقيال، بس كان عارف ان ده اللي هيحصل بسبب الوثنية. قال له لا، بص بقى على أورشليم الجديدة، بص على المدينة المقدسة، بص على عودة المجد، بس مش لأورشليم العادية، لا لينا أورشليم جديدة تخصنا احنا، مدينة الله. والمناظر كالمنظر الذي رأيت عند نهر خابور فخررت على وجهي. طبعا خاف من مجد ربنا لأنه له هيبة وله كرامة وله بريق. فجاء مجد الرب إلى البيت من طريق الباب المتجه نحو الشرق، فحملني روح وأتى بي إلى الدار الداخلية، وإذا بمجد الرب قد ملأ البيت، وسمعت يكلمني من البيت، وكان رجل واقفا عندي. وهنا بقى شاف المسيح بعينيه يعني. انما حزقيال تمتع زي كل الانبياء الكبار انه يشوف المسيح، وانه يستوعب يعني ايه ربنا يتجسد، وانه يستوعب ان في الاخر العالم ده هيقفل بمجيء المسيح ويبقى في عالم اخر اسمه الحياة الابدية، وان العهد الجديد مختلف. العهد القديم ذبائح حيوانية واخطاء ملهاش اخر، لكن العهد الجديد هو ذبيحة واحدة، المسيح ذبح لاجلنا. والعهد الجديد بيخلينا أشبه بالقديسين والملائكة، العهد القديم يدوب بيظبط في الناس كده شوية أخلاق لكن مش بيطلعهم شبه المسيح، لأن الناموس عاجز عن إصلاح البشرية، لكن الروح القدس يقدر يرجع الناس تاني للصورة اللي فقدوها بالخطية. فيقول جاء مجد الرب وحملني روح، حملني روح هنا زي لما يوحنا الرائي يقول إيه، كنت محصور بالروح. فالروح القدس بياخد القديسين الكبار دول ويبقوا في حالة زي الدهش كده، حالة صعب التعبير عنها، زي ما القديس بولس يقول أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم الله يعلم. فهنا كأنهم زي السواح كده، الروح القدس بيشيله ويبقى كأنه خرج برا العالم عشان يتفرج على الترتيب والتدبير الإلهي ويتمتع بالإحساس بطعم السماء
وبعدين يرجع تاني يقول لنا صدقوني الدنيا دي ما تستاهلش حد يركز فيها، ده السما حلوة قوي. خلينا بقى نعيش في عالم الروحيات ونتحرر ونتفطم كل يوم من عالم الجسديات. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين. ناخد آية واحدة زي ما تعودنا دايما. بيقول هنا حملني روح وأتى بي إلى الداخل، فكأن الروح القدس عاوزنا ندخل دايما جوه قلبنا كده أو جوه كنايسنا. حملني روح وأتى بي إلى الداخل. مرة تاني، حملني روح وأتى بي إلى الداخل. تفضلوا نصلي.